الفيديو الاولاني كنت هضرت عليه هو اللي كان جاب السيد اللي درت له الوكاله ومشى لواحد القناه دوز المسائل ديالو، قلت عندهم 3 ساعه ولكن ما عطى حتى شي حاجه اللي كتفيد. ملاين ديك القناه مشيت لعندهم انايا، ولينا كيبقى لي حق الرد. ملاين مشيت لعندهم اتصلت بهم، تلاقينا في القنيطره، درنا لو تورناج ديالنا، حتى كنتفاجئ بان الفيديو ديالي اللي درت ما طاحش، ما حطوش، علاش الله اعلم، واخا هي راه باينه اش تيقولوا له، ماشي مشكل. الرد ديالي اللي كنت بغيت ندير على هذا السيد اللي درت له الوكاله، اللي هو والرئيس ديال الجمعيه سميتو، ولا لاحظوا الناس راه في القناه ملي مشى السيد كيصور راه كان مع الرئيس الجمعيه ولكن ما بانش، ما هضرش، بقى غير ساكت، ماشي مشكل. هاد السيد ملي مشى سيدي للقناه جلس بقى تيخربق عليهم و تيقول الكلام اللي ما كاينش. غادي نشدو من ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه راه مازال كنقولها وكنعاود نقولها، ديك القناه اللي مشيت صورت معاها وقبضات الفيديو ديالي وما حطاتوش، راه ما غاديش ينتفك معاها، لا معاها ولا مع المدير ديال القناه ديالها ولا هذا. علاش؟ لان عيب عليه، ما بغيناش حنا دابا عاد نمشيو نديرو شي حوايج، لا نمشيو لوزاره الاتصال والثقافه وهذا 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 وهذا، داكشي كامل راه غادي تجي وقيتو. علاش؟ لان حسيت بحال شمتوني، بحال الله حقروني هاد الناس هادو. السيد ملي مشى عندهم جلس في القناه ثلث ساعه هو جالس ما قال حتى شي حاجه مفيده، وفي وسط القناه دار النصب، هذاك النصب اللي كيقول له السيد اللي داز لعندو، راه السيد تيقول لك النصب وهذا وهذا وهذا. ياك سيدي سولته قلت له واش قابط شي ريال؟ قال لكم لا، ما قابط حتى ريال. الارض منين جبتوه هضرتو معاه، شنو 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 هو المضمون ديال ديك الحلقه كاع كامله اللي دوز، هو شنو 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 داز فيها، شنو سمعنا فيها، شنو تقال فيها؟ والو، من غير النصب والاحتيال اللي كنهضر عليه ديما. كمل الهضره ديالو، سالا انا غنمشي للوكيل الملك. علاش ما مشاش للوكيل الملك؟ علاش ما تقدمش اخويا يمشي للوكيل الملك ولا يمشي لشتي يقولوا له ويدعيني؟ علاش هاد السيد زعما سبحان الله العظيم زعما هاد السيد مالو طاغي؟ علاش طاغي على هاد العائله هادي؟ علاش؟ علاش شنو شنو زايده فيه؟ شمن طلعه زايده فيه؟ شنو 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 اللي مزيود فيه؟ شنو 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 كاع هاد البشر هذا مالو؟ شنو 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 هو المشكل ديالو؟ وعباد الله وعينا، عييت 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 ما نقولها، 13 عام وهاد الناس جالسه كتمساكري في هاد العائله، وحدين يفرعوا فاش تيقولوا له يشحطوا فاش تيقولوا له في كازا، الاخر عاوتاني طالع لك للسعوديه. شنو صورنا حنا من هاد الشيء هذا؟ يجي شي والد يقول لي خدا شي ريال، يجي شي واحد يقول لي صور شي حاجه من هاد الناس، والو. ومازال تنعاود نقولها اخوتي المغاربه، المغاربه ككل ما كان اي واحد، لا اللي عنده ولا اللي ما عندوش ولا اي واحد، خوتي المغاربه انا الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هذا الفيديو بغيتكم غير تبارطاجيو، راه ديزا شد دزت ودزت ودزت، وراه لافيشور هاد الكماره هادي راه ولات معروفه في هاد الشيء اللي خرجنا فيه هاد السيد. واش انت دخلت عليك بالله؟ ماك ما قديتيش تقول لهم في الجريده بانك واخد 3 الملاير، واخدها من الفلوس ديال اليتامى، واخدها من الناس مساكن اللي ما عندهمش، علاش ما قديتيش تقولها؟ القناه منين جات لعندي صورت معها عطيتهم الاوديو ديال السيد بانه كيعترف في الدار الكبيره بانه قابض 3 الملاير، وهذا الشيء عام باش قال هذه الهضره هذه ولا عام وشي. حتى لين هاد العائله غادا تبقى غادا هكا، حتى لين هاد السيد هذا مالو، هي مالو دابا دابا انسان كيعيا ما يهضر وكيعيا ما يوضح وكيعيا ما هذا. واش حتى لشي نهار الله يستر شي واحد يصبح شي واحد في الحبس وواحد يصبح في السبيطار، حتى الله يستر توقع شي كارثه؟ قسما بالله العلي العظيم هاد الناس خرجوا خرجوا على عباد الله، عباد الله شتي 300 واحد خرجوا عليه باش غير الطمع ديال الدنيا، ماشي على شي الفلوس، ماشي شي حاجه. والفلوس عباد الله، الفلوس الفلوس راه ما كاينش اللي ما كيبغيش الفلوس، ولكن ما تكونش ديال الحرام، ماشي فلوس مخلطه بالدم، ماشي فلوس فلوس ديال الناس عباد الله. مساكن شحال من واحد مسكين جالس ما لاقي حتى ما ياكل، شحال من واحد عطاه وعود، شحال من وحده وارثه يا عباد الله كتقبط ولادها ملي كيمشيو يتلاقاو مع داك صاحبنا، كتمشي لدارها كتقول لولادها انت غنشري لك من هنا وانت غندير لك من هنا، حتى انت كتفاجئ مسكينه ما كتلقى والو. علاش هاد الوعود هادي؟ علاش علاش جالسين كتقبطوا عباد الله كتهرسوا لهم الكتاف ديالهم؟
انا راه ما كنعرف حتى شي واحد وما كيخلعني حتى شي واحد، كيخلعني الله عز وجل. وكنخاف من الحرام، الحرام كنخاف منه ما كنقدش عليه. يعني هاد الجهد اللي جالس كندير مع هاد السيد راه كيبقى جهد بيرسونيل، ما كنهضر مع حد، ما كي هذا كلشي الحمد لله كنديرو بطريقتي الخاصه وهاني مع راسي. علاش؟ لان هاد السيد شمت عباد الله كاملين. وعباد الله، واش انا ساني معاكم؟ واش انا داير له شي وكاله؟ وما داير له وكاله، ما ساني معاه، ما والو، ما حتى شي حاجه. واخا هكاك سبحان الله شوفوا الطغيان ديالو وتحرميات والنصب وهذا الشيء كامل، مازال ما بغاش يضفى خلاص. 3 سنين ولا عامين وانت جالس كتحمق في عباد الله، 4 سنين وانت خدام في الدوسي، شنو درتي؟ الا جي قول لي شنو درتي؟ قوت الاوراق وقوت الزمر وقوت هذا، فاش لايق هذا الشيء هذا؟ شنو ربحات هاد عائلة الفيلالي؟ شنو ربحوا كاع؟ شنو رابحين؟ رابحين الكنية، وفي الاخر لاقينا راسنا طايحين مع نصاب، نصاب جالس كينصب على عباد الله. عباد الله واش مين يمشي حتى الجريده ويجلس عندها ويسول يقول له لا ما قبضت ريال؟ الا ما كانش هذا هو النصب، اجي انتوما وريوني النصب كيفاش شنو هو. انا هادشي انا مصيبه كحل هادشي، انا ما ماشي ما قادش عليه ولا كيخلعني، بالعكس قاد على اكثر من هكا، وعارف بان البشر يقدر يوصل لشي حوايج اكثر من هكا، ولكن كيس كيف فاغاني في الاخر والو. عباد الله السيد وصل 80 عام ولا 75 عام ومازال ما بغاش يعيا، مازال اخويا انت كاع سبحان الله العظيم كتاك خسايلك، هي خسايلك. لا واه الفيديو صيفطوا لك للسعوديه، لا واه هذا الناس السعوديه شافوا هذا الشيء، والناس السعوديه كنهضر معاهم انا من هنا وكنقول لكم الله ياخذ فيكم الحق حتى نتوما. لا المصريه اللي داخلين مع هاد البشر ولا كاع اي واحد حط يديه في هذا الشيء هذا، الله ياخذ فيكم الحق كاملين، حق 300 ولا 350 واريث. واش عباد الله البلاد ما بقى فيها مخزن؟ واش 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 هاد واش المغرب عباد الله مال المغرب؟ مال الناس الصحاح ديال هاد البلاد ما بغاوش اخويا يقلبوا في هاد الدوسي هذا؟ علاش اخويا؟ هادي 13 عام تنقول لكم عباد الله، 13 عام قسما بالله، الا قالتين هاد الناس قابطينهم تي مساكريو فيهم. اللي مات مات، واللي حيا حيا، واللي تزاد تزاد، واللي ولا وغير ملي نسمعوا اني غيطاج فيه 300 واحد راه باينه. واش ديك 300 غي جات هكاك؟ راه في الاول كانت غير 21 ولا 22 ولا 23، بقاو غادي حتى في الاخر جمعوا المطاويل كلشي. رئيس ديال الجمعيه عندنا حتى هو ما كاين غير النصب. عباد الله الناس تقبطوا بعدا في الحبس على هذا الدوسي هذا، وفي الاخر هما خرجوا براءه، وبقى واحد مسكين راه الان مازال الان مسكين جالس في الحبس. غير داك الشيء انا حسب ما سمع، اما زعما باش نكون نقول لكم عارف هذا ما اللي عارف هما انهم تقبطوا على الزوير الرئيس الجمعيه تهامي العلوي المدغري وعبد اللطيف الفيلالي الانصاري في هذا الدوسي هذا، تقبطوا دوزوا شهرين ديال الحبس ولا 3 شهور ديال الحبس. هذا الشيء كامل دابا، هذا الشيء كامل اللي كيوقع وهاد المشاكل كامله، وعباد الله جالسه غير كتشوف، جالسه غير جا مع يديها ومازال كتصنت، مازال كتسمع للخوا الخاوي ومازال كتسمع للتخربيق. واش عباد الله في القناه غادي تيقول لهم انا هذاك ماشي فيلالي، ما كنعرفو لا هو ولا مو؟ الله ياخذ فيك الحق، جبد لي انا الوالد الله يرحمها الوالده، انا بالنسبه لي راه شتي استغفرت الله العظيم شي حاجه اللي ما عادياش في الكون، على الاقل قول الله يرحمها ويوسع عليها البشر. وغادي كتقول لهم عاود في هذه في ديك القناه السيد كان تيتساوم معايا، انا كنتساوم معاك، عمرني انا تساومت معاك. شتي انا 13 عام، هادي ماشي 13 عام، 9 سنين 8 سنين ولا 7 سنين، الناس ديال مكناس راه عارفين هادشي. انا هو لو سول اللي تعرضت عليا لا كوميسيون وما بغيتهاش، ماشي طلبتها، تعرضت عليا لا كوميسيون وما بغيتش نشدها. علاش؟ لان ما لايق ليش اخويا. شنو لايق لي؟ لايق لي شي حاجه ديالي، لايق لي رزقي، لايق لي شي حاجه، الا شي حاجه مكتوبه فيها سميتي راها لايقه لي. وانتم قابطين عباد الله عائله على قد، شوفوا دخلت عليكم بالله، وشوف عباد الله شحال ديال الناس داخلين. انا حتى كنتفاجئ وكنجي وكنلقى سميتي دايرينها هنايا عباد الله، هادو كي داروا لها الله اعلم. ها السميه ديالي والسميه ديال خوتي والسميه ديال القيامه والناس اللي هذا. عباد الله 13 عام فرحتوا لنا الراس ديالنا، هذا فين عمركم بعتوا غير شبر 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 بعتوه وجيتوا عطيتوا لشي واحد شي ريال؟ فين عمركم درتوا شي حاجه؟ وقاسين عباد الله غير كتنصبوا، وعباد الله قاسين غير كتنصبوا،
واعيين غادي نزيد واحد شويه. ما شتي انا وليت كنهضر في هذا الشيء وليت كنتلعب غير بوحديتي. اش بيني وبين هذا الويل هذا؟ اش بيني وبين هذا الصداع هذا؟ اش بيني هنا الوالدي الورث اللي غادي يجي بهذه الطريقه هذه؟ هنا على الجد بوه الكلب الورث اللي غادي يكون بهذه الطريقه هذه؟ اخويا نعيش انا ما هي مرتاح، انا شتي نقابل غير السبور ديالي ونقابل غير خدمتي والمسائل ديالي، اللهم لك الحمد مرتاح. ولكن منين كنشوف هذا النصب وكنشوف هذا الطغيان ما يطغى عليا احد، ربي اللي خلقنا وما كيطغاش على العبد ديالو، بالعكس الا طغيتي راه الطغيان تيجي منك انت. عائله فيلالي الانصاري عائله عريقه، شمن عريقه انت خليتي فيها خويا؟ انت رديتي والديها غريقه، انت يا بطي والديها الارض قبضتيها وهبطتي والديها الارض. علاش واحد قابض هادشي محمق عباد الله كامله؟ واش ماشي حرام؟ اسيادنا المغاربه ديما كان ملي كندير لي فيديو كنبقى نقول الله ينصر سيدنا محمد السادس، الله يخلي لينا، الله ينصر الاسره العلويه، الله ينصر سيدنا والله ينصر الاسره الملكيه، الله يخليكم لينا اخويا في هذه البلاد. ولكن راه ديما النداء ديالي كنوجدو انا يا عباد الله، بغيت الكوميساريه تعيط لي، بغيت هاد الناس نمشي انا وياهم ونشوفوا هاد لا ماسكارات اللي دوزوا على هاد العائله. هادشي كامل اخويا بغيت نوصل له مع هاد الناس هادو. علاش؟ لانني متاكد مليار في المية المخير فيهم ما عندوش هاد الكبير باش يدخل الكوميسارية ويبوزي ان بلانت. علاش؟ لانه ما ديجا مخرمزينها. بارطاجيو لا فيديو، عاونوا خوكم في هاد السيد هذا. انا من جهتي ساني مع هاد السيد هذا، ما يمكنليش نرجع للور ولا نرجع خطوه للور، ما كاين غير قدام. واش عباد الله ملي مشى لعند القناه شنو قال له السيد؟ قال له واش قابط اون افونس من عند هاد الناس؟ قال له لا. شكون هذا؟ السيد قال لك قبض 3 مليون ديال الدولار. قال ها هو عاوتاني. شوف غير الطريقة ديال الهضرة والطغيان كي داير. قال ما ديالكم وماشي شغلكم. مع من غادي تهضروا عباد الله؟ وقولوا لي دابا واش كاين الا ما كانش هذا النصب يجي شي واحد يبين لي النصب كيفاش داير؟ واش عباد الله كاين شي نصب اكثر من هذا؟ السيد الناس قلت لكم انا لاسوسياسيون ديال لي زيريتي ديال السيد من نهار التكريات وهي كتمساكري في لا فامي ديالها بما فيها الناس اللي كيكونوا في لا ديريكتوار والبريزيدون ديالها. ما ماشي ما ماشي ما ماشي غير قتلوا هاد العائله كثر ما غادي يقتلوها لهيه. ودابا دابا انا ما بغيتش نفهم هادشي. هادشي ولا كيجيني مجهد نبقى متبع هادشي. انا شنو غادي يطلع لي من هادشي هذا؟ شنو غادي يطلع لي منه؟ فلوس ينعل، مازال تنقولها ينعل جد امها الفلوس اللي كتجي بالدل ولا الفلوس اللي كتجي من طريق الحرام. الله ينعل جد والديها الكلب. انا ما لايقاليش وما لايقليش الدل. انا ديما كنقول عزيز عليا العز، سير اخويا الكوميساريه دعيني، سير اخويا شتي قولوا له صحف عيط لهم قسما بالله العلي العظيم هذاك السيد قالوا لي هذاك انت ملي مشى ودوز الحلقه ديالو ردني انا نصاب، انا داخل معاه في هذا الشيء هذا. وانا فين اخويا؟ بيني وبينك وقال لك انت تساوم معاه وكنت انا هذا وما بغيتش نسني. وانا ما نسني، انا ما عمرني نثق فيك ندير لك انت الوكاله. بركه واش ما كفاكمش تقوت الاوراق هذه وتقوت هاد المرض هذا كامل؟ ما كفاكمش هاد قوت الاوراق وهاد قوت لي سينياتور وقوت ليغاليزاسيون وقوت لي زيميل وهادشي كامل؟ مازال ما كفاكمش. غادي لعند شتي يقولوا لا عند النوطير عطيك لي بروكوراسيون، غادي بهم للجريده جالس. وشنو قلتي؟ شنو بينتي؟ شنو وضحتي في داك اللقاء ديالك منين مشيتي؟ وا سيدي وراك شتي المون شتي
الحلقه ديالي اللي تقطعات لي في القنيطره مع هذيك الجريده فين داز هو، يا قسما بالله العلي العظيم شنو قلت فيها؟ قلت له وسير قصير البشر عتقها عباد الله مساكن اللي ما عندهمش. انا ما باغيش، مازال تنقولها ما بغيتش، ما بغيتش رزقي نهار غادي يكتبوا لي ربي، راه ماشي البشر، ربي اللي غادي يكتبوا، راه غادي يجي حتى لعندي. خلي لي اخويا ديك الارض كيف قلتي لهم انت يا تما، خليها داك 70 متر ولا خلي والدي هكاك مترع، غادي نمشي حاشاك حاشا الناس، غادي نمشي نحط فيه طرو ديال الزبل هنايا، وما باغيش نبيع انا كاع. وضيراش عندك ما تبيع، شنو غادي تبيع انت؟ شنو عندك ما تبيع؟ شنو عندك؟ اذا قلت عليك بالله اما قولوا لي دابا هذا السيد شنو غادي يبيع؟ ونهار يدير شي حاجه وجهها وجهكم، هذا راه ما غايبيع ما غايدير حتى شي حاجه. شنو قالت؟ قالت غير مازال الصماصريه ديال السعوديه والناس اللي خدام معاهم جالسين كيتسطاو على هاد العائله هادي 13 عام عباد الله، ودابا جاي انت باغي تليها فوقاش انت بنادم. انا نسيت عليا هاد الصداع هذا، نسيتو في الوقيته اللي كنت عايش في كازا وكنشوف وكان هذا بزاف د الحوايج شفتهم والله العظيم الا كرهت شتي هاد الشيء هذا كرهتو. ولكن اخويا ما تشمتنيش، ما تجيش وتقطع لي انا الحلقه، ما تجيش وتكذب وتقول للناس لا ما خديت التريال، وبزاف د الحوايج بزاف 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 بزاف. النداء ديالي استغفر الله العلي العظيم، النداء ديالي الملك ديال البلاد الله ينصرك والله يخليك لينا، والحمد لله الحمد لله اللي مازال المغرب بالملك ديالو، الملك ديال البلاد الله يبارك في عمر سيدي. النداء ديالي لا الملك ديال البلاد ولا المغاربه ولا اي واحد كيشوف هذا الفيديو، بغيت الصوت ديالي يوصل، بغيتكم تبارطاجيو لا فيديو. هادشي اللي كنهضر عليه راه ماشي من فراغ، الله العلي العظيم ما كنتسنى ولا طامع في شي ريال، ولكن هاد الناس قبطوا هاد العائله قتلوها، هبطوها للارض في خطره كاع. علاش اخويا؟ اش غادي تكون انت كاع؟ شكون انت في ملك الله كاع؟ شنو علاش اخويا؟ علاش الناس اللي دخلوا في هاد لافير خص النيابه العامه ولا شوف شنو كاين، يعيطوا لهم، يعيطوا لهادي النوطير. واش عباد الله كاينه شي نوطير اللي مازال ما كيكملش البيع وكتعطي الفلوس للناس؟ ملي مشيت هضرت معاها قالت لي لا بقاو فيا، جاوا في واحد الحاله ماشي هي هذيك، يعني مشيتو كتسعاو، الناس اللي مشاو قبطوا الفلوس مشاو غير كيسعاو. والسعايه يا خويا انا راه ما عنديش معاها، انا عندي مع العز وباغي الحقيقه، كنقلب على الحقيقه. خوتي المغاربه الله يرحم الوالدين، اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي، اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي. واش عباد الله قسما بالله العلي العظيم الا كاين مسكين واحد السيد واريت هنا في كازا، قسما بالله الا داير واحد الكرتونه وحط عليها القرو وقال سيبيع الديطاي، واش هادشي ماشي حرام؟ قسما بالله الا كيبيع الديطاي حط باكيه الماركيز وباكيه ديال مالبورو وكذا، والاما الحاله ديالو اما الرجل ديالو اللي مهرسه اما داكشي كامل، اش غادي نقول لكم؟ علاش اخويا هادشي هذا؟ علاش الطغيان هذا؟ علاش هادشي كامل غير على الطمع ديال الدنيا على الفلوس؟ سير اخويا خذهم الا بغيتي، غير وكان بعاد منا. ما تبقاش تعطيو الوعود لعباد الله، بركه من النصب، بركه من النصب، بركه من النصب. واش ما عييتوش؟ مالكم على هاد الطغيان هذا؟ مال هاد الجمعيه هادي دخلت عليكم بالله عباد الله؟ عباد الله واش الجمعيه هادي ما لقاتش اللي يجي ويجمع لها المطاوي؟ ما لقاوش الناس اللي يجيو، اللي دار شي حاجه يمشي للحبس، اللي سرق يمشي للحبس، اللي خان شي امانه يمشي والدي يمشي يشوف فين يتربى. فاش بقات بالطغيان؟ انا ما كنقولها ونعاود نقولها، هاد الناس في الاول دوزوا الحبس على هاد الدوسي هذا، طاحوا في الاول ثلاثه ديال الناس حتى ولات خمسه، ومن بعد شنو؟ راه واحد مسكين اللي جالس دابا تاهي هذا، دابا راه على ينعام والفلوس هو مسكين جالس تاهي هذا، ما كنعرفو ما كيعرفني غير كنسمع به وصافي، هذا هو اللي كاين وعنده بنيات وعنده عائله. شكون اللي مشى غير دق عليه هكا؟ دق عليه وقال لها، قال لمرتو هاك الله يرحم باك في ذوك الوليدات مي هذاك باش هذا كاينش. قلت لكم الديتاي، السيد وارث انيغيتي جالس كيبيع القرو، وزيد 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 وزيد. علاش اخويا الطغيان هذا؟ علاش؟ علاش؟ اما بالنسبه للهضره اللي مشيتي كتقول الجريده بان ماشي هذه هي الارض، انت براسك البشر النهار الاولاني كنتي كتسارى بهذه اللي صيفطنا لك حنا من مكناس، بهذه هي باش كنتي كتسارى
عاد من بعد ملي كتجبد الاوراق وتجبد هذا يعني بقى الواحد الواحد يبقى يهضر يبدا يعرف شنو كيقول. ماشي 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 نبقاو نكذبوا على بعضياتنا ولا نخدموا حتى حراميات بيناتنا. حتى حراميات راه ما واكلاش حتى هذاك الشيء كامل ما بقاش واكل وطوطك ان شاء الله غادي تكشف هذا الشيء كامل غادي يبان مع الوقت.